يجي نحل الأسئلة بتاعت الـ question sheets. أول سؤال: draw a demand graph for pizza. Give an example of something that would shift this demand curve, and briefly explain your reasoning. Would a change in the price of pizza shift this demand curve? إجابة بس السؤال الأول ببساطة كده، يعني هو مثلا سأل على كذا حاجة. أول حاجة بيقول لك إيه، draw a demand graph for pizza. أهو هو ده الديماند جراف بتاع البيتزا اللي هو في النص ده، اللي هو ده. أنا رسمتها، حطيت ال price quantity demand of pizza و price of pizza، هو ده الديماند جراف بتاعها. تمام، بحيث إن إيه، كل هنا أدي ال price مثلا، ممكن أحط نقطة هنا وال price مثلا بـ10، هيبقى الديماند ده. price قل هتزيد الديماند، ال price زاد الديماند هيقل. تمام، هنا بيقول لك ايه بقى، give an example of something that would shift this demand curve. هو قال لك example، انا حطيت كل example، جبت ال factors affecting demand كلها واتكلمت عنها. يعني قلت واحد income، لو ال income بتاعي بقى ده هيختلف، هكتب ايه بقى ساعتها في الامتحان؟ مثلا هكتب pizza for me is a normal goods not inferior. فلو normal يبقى لما ال income بتاعي هيزيد اكيد هاكل بيتزا اكتر. طبعا ممكن واحد يكتب ايه، طبعا دي بتختلف، ممكن يكتب انا محبش بيتزا اصلا، فمش هيحصل معايا اختلاف، الانكم بتاعي زاد او اقل. ماشي، لكن خلينا نتكلم في الحاجه اللي هي الطبيعي، ان احنا كلنا بنحب البيتزا. يبقى الانكم لو هيزيد، الكوانتيتي ديماند هيزيد على البيتزا لو دي نورمال جود بالنسبه لي، ولو هي انفيريور لا. لو الانكم زاد انا ممكن الكوانتي ديماند يقل، البيتزا دي بالنسبه لي كنت بسترخصها اروح اكل حاجه تانية. رقم 2 expected future price، لو البيتزا قدامها تغلى فانا هجري. طبعا معناها لما اقول الكوانتي ديماند هتزيد هختار ده، هرسم ده، ولو هتقل هرسم ده. رقم 2 expected future price، لو هيزيد البيتزا هتزيد قدام، مثلا بعد شهر هتزيد البيتزا كلها، يحصل ضريبه القيمه المضافه اي حاجه، جاري يلحق كل بيتزا بسرعة دلوقتي، كونت ديماند هيزيد. ال preferences دي بقى اللي هي ايه، احنا قلنا الأذواق، يعني مثلا قلنا البيتزا مش عارف اللي بطعم الجمبري الزاهي، فاهم يعني؟ دلوقتي مثلا كان في نوعين بيتزا بس، دلوقتي المحل ده بقى عمل 5 أنواع بيتزا، فالكوانتيتي ديماند هتزيد. ممكن اكتب كده ان ال preferences اللي هو مثلا kinds of pizzas increased، بقى في مارجريتا او فروبيتا او سارساريتا او اي حاجه، يبقى كوانتيتي هيزيد، لان واحد هيجي يحب السي فود هياكل سي فود، واحد بيحب المش عارف ايه، فهكذا. رقم 4 اللي هي related products، احنا قلنا عن الكومبلمنتس المكملين لبعض والسبستيتيوز، دي برضو بتختلف من شخص لاخر ازاي. يعني مثلا انا بالنسبه لي ايه الكومبلمنتس في البيتزا هنا، مثلا هقول مثلا او ايه سبستيتيوت الكومبلمنت بالنسبه لي، غير بالنسبه لشخص تاني. بالنسبه لي انا الكاتشب مثلا، فلو في بيتزا من غير كاتشب، ما فيش كاتشب مش هاكل بيتزا، فهي كوانتيتي هيقل عندي. السبستيتيوتس البدائل بقى، يعني انت يعني كل واحد حسب. سبستيتيوتس مثلا لو بيتزا، مثلا انا بحب بيتزا بالفراخ فغليت، فانا هاكل بيتزا ايه مثلا، المارجريتا اللي هي بالخضار بس. فساعتها لو البيتزا دي السبستيتيوت بتاعها مثلا سعره اسمه ده البرايس بتاعه قل، فالكوانتيتي على البيتزا العادية اللي انا باكلها دي هيقل، لان انا هاكل التانية اللي هي الارخص. الكومبلمنت زي ما احنا قلنا، لو البرايس بتاع الكاتشب غلي فانا مش هاكل بيتزا، ليه؟ لانها بالنسبه لي ده بيكمل ده، فالكوانتيتي ديماند على البيتزا هيقل. ولو البرايس بتاع الكاتشب او حتى البيبسي قل، فانا هاكل بيتزا اكتر، لان البيبسي بقى رخيص والكاتشب رخيص، فالكوانتيتي ديماند ساعتها هيزيد على البيتزا. خلي بالك انا دايما هنا بتكلم عن البيتزا، محدش يفكر لما السؤال مثلا قال لك حاجة معينة يبقى هي، قال لك الديماند على البيتزا. آخر حاجة population، لو زادت أكيد الكوانتي ديماند هيزيد. ازاي مثلا؟ يعني مثلا لو في محل معمول في حتة بعيدة كده، لسه منطقة جديدة بتتبني بس اتعمل في محل بيتزا،
فلسه الناس ما سكنتش، ففيها ديماند معين. فجأة كده عمل فيها كومباوند حلو، واتعمل حواليها ناس، بقت عمل حواليها مجمع سكني، والناس جت سكنت فيه، هيبدأوا ايه بقى الديماند على البيتزا دي هيزيد كده. بس السؤال الأول خلص. ايه هو السؤال الأول؟ كان فيه آخر حتة فيه كان بيقولك Would the change in the price of pizza shift this demand curve؟ طبعا الإجابة هنا no، لأن ال change أهو ال change على ال price مش هي shift، ده ال price change عليه هي change حاجة واحدة بس، quantity demand. quantity demand يعني السؤال ده no، it will change quantity demand only، لكن ال price أهو كل ما بيختلف هنا، يعني أنا أجي أنزل هنا هنزل كده، هاجي من هنا أنزل هنا هنزل كده، هاجي من تحت خلاص هنزل كده هنزل كده. فالكوانتي ده الديماند هو اللي بيختلف مع البرايس، اللي بيعمل شيفت واحد من الستة فاكت في ستة اللي هما بيسموهم فاكتورز افكتنج ديماندز دول، بس ده اللي يعمل شيفت، لكن البرايس موفينج الونج ذا كيرف.